معنا هاتفيا من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النائل. مرحبا بك استاذ عبد القادر. اذا استشهاد عدد من المتظاهرين واصابه نحو 120 بهجوم لميليشيا الصدر في النجف، ما تفسيرك لاستمرار ميليشيا القبعات الزرق في استهداف الثوار في النجف وبغداد؟ اهلا وسهلا بكم واسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. بات واضحا ان الصدر تعهد لايران بعد اجتماعه مع الميليشيات بقمع التظاهرات وفضها بالحديد والنار والقوة دون النظر إلى النتائج المستقبلية، وبالتالي هو معلوم تماما من يواجه الشعب في نهاية المطاف وسيخسر. الصدر خسر وبالتالي أصبح سمعته في الحضيض وكشف أمره لدى الشعب العراقي، لا سيما في المناطق التي هي تشهد تظاهرات سلمية وهو يقمعها بميليشيات القبعات. هذه الميليشيات هي ميليشيات الصدر ذات جيش مهدي، لكن المعلوم نضيفها ان هذه الميليشيات ائتلفت معها ميليشيات الأطائف والخراسان وحزب الله والجباء في حلف واضح تماما، وبالتالي قوات الشغب تم الباس ملابس مدنيه واعطاهم صفه القبعات الزرقاء. لا قانونيه لوجودهم واستهدافهم واستهتار حقوق الانسان والدم العراقي. ما جرى في النجف اليوم مجزره مروعه ارتكبها الصدر، وقبلها ايضا كان الحكيم عند مرقد الحكيم ايضا ارتكب بحق اهل النجف هذه المجزره. اليوم مجزره مروعه بكل ما تعني الكلمه، الاعداد سترتفع لان الجرحى لا دفاع له ولا اسعافات اوليه، وبالتالي الحكومه تصم اذانها يجري على الانتهاكات لانها متواطئه مع الصدر، سيما انه هو اخذ على عاتقه ان يكون لديه الحصه الاكبر في الحكومه القادمه في ضمان هو لن ينجح في نهاية المطاف، وأهالي النجف الآن يخرجون بكثافة برعاية الجرحى لاستلام شهدائهم، وبالتالي سيكون لهم وقفة أخرى. لكن بالنهاية النتيجة هم لا زالوا حقيقة يسعون إلى تدبير التظاهرات، واليوم هذه الساعات يقطعون جسر محمد القاسم في بغداد للتوجه نحو ساحة التحرير. إذا ما يجري هو تصعيد كبير وعمل على عسكر تظاهرات. طيب استاذ عبد القادر، بعد ان اكد الصدر بعد تاكيده ان سلاح القبعات الزرق هو الورود بحسب تعبيره سابقا، اعترف ضمنا بقمع اتباعه المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات، ما تعليقك على اعتراف الصدر الان بعد ان كان ينكر تعرض ميليشياته للمتظاهرين؟ الحقائق لا يمكن ان تغير او ان تزير، العراقيون كشفوا كل هذه الاجراءات قبل اعتراف الصدر، وبالتالي التوثيقات للناشطين والفيديوهات والشهادات حية من ارض الواقع، والاعمال الاجراميه التي تقوم بها القبعات الزرقاء ميليشيات الصدر لا يستطيع احد اكرانها، ولا يمكن للصدر انه يتحايل عليها، لذلك هو يعترف رغما عن انفه، لكنه يريد ان يضلل بانه لم يامر بهكذا اجراءات وانه يدعوهم، بالتالي هذه الدعوات هي مبطنه بمعنى انهم متفقون على ضرب المعتصمين على انتهاكات حقوق الانسان، لكن يريد تضليل الراي العام. فالصدر تغريدته الاخيره كانت واضحه بان هناك ضوء لاقتحام الساحات عندما انهى تغريدته بينبغي تسليم هذه المناطق الى القوات الامنيه، بمعنى انهاء التظاهرات واحزان والسماح للقوات الحكوميه. ايضا اياد علاوي استاذ عبد القادر غرد اليوم قائلا ومتهما الحكومه في بغداد بالتواطؤ والموافقه على احراق خيام المحتجين، كيف تقرا هذا التصريح وتوقيته لعلاوي؟ من المؤكد تماما انه هو لا يريد ان يكسب اجراءات الافعال التي تنتهك حقوق الانسان وقتل المتظاهرين، هو يريد انه ينأى بنفسه بهذه القضيه. فمحمد توفيق علاوي هو نفس الصفقه التي نعم عفوا هو التصريح في تويتر لإياد علاوي. نعم قبل ان اجيبك عن إياد علاوي، هو محمد توفيق علاوي كان متفقا مع الصدر على انهاء التظاهرات، بالتالي إياد علاوي عندما يصرح بهكذا تصريح ويعلم تماما أن التآمر على فض الاعتصامات طريقة واضحة تماما، لأنه يعلم من داخل العملية السياسية الاتفاق الذي جرى بين محمد توفيق علاوي رئيس المكلف ومقتدى الصدر في تبادل الأدوار، وهو يعلم أنه
تماما انه هذه الصفقه هي وقت التظاهرات وقتلها، لانه اوكلت الى الصدر وقبل اعلان تنصيب محمد توفيق علاوي دخل الى ساحه التحرير يوم الجمعه مساء يوم الجمعه واستحوذ على المطعم التركي وقتل من قتل من المتظاهرين. يعني بالمحصله اياد علاوي تندرج في اعتراف حكومي وسياسي واضح تماما. طيب. على هذه الجريمة التي فاقت التصور وفاقت حقيقة الإنسانية. طيب. بطريقة واضحة، لأنه انتهاك لا يمس إلى الإنسانية بصلة من الوحشية والتآمر إذن على الشباب السلمين. إذن سعد القادر، إلى أي مدى ترى أن مقتدى الصدر وميليشيا القبعات الزرق التابعة له يعني يريدون جر الثوار للعنف، ولماذا الآن بعد تسمية محمد توفيق علاوي؟ لأن إيران تطمح أن تعسكر تظاهرات العراق، هي أحرجت كل اللاعبين الإقليميين وأدوات إيران في العراق، وبالتالي كشفت سيفهم وكشفت أيضا للعالم كذب ديمقراطية العملية السياسية في العراق، وهي عملية انتهاكية لا بد لأي ملامح ديمقراطية فيها بدليل انتهاكها وتصفية التظاهرات السلمية. بالتالي إيران هي المستفيدة، يريدون إنهاء هذا الملف حتى يتم بقاء استحواذهم وإكمال قبضتهم على العراق. لكن حقيقة هذه الخطوات هناك أيضا خطوات تظاهرين، وأن دماء الشهداء المدنيين هي في رقاب جميع العراقيين سواء في داخل العراق في خارج العراق، كل ينبغي أن يصطف مع هؤلاء الشباب، وبالتالي الشباب العراقي يعلم أن هذه أمانة في أعناقهم ستطوق هذه الأمانة أعناقهم. يعني تعتقد أن الثوار والثورة يعني سيستطيعون الثبات حتى استقلالية الثورة والمرابطين فيها، يستطيعون الثبات حتى إسقاط محمد علاوي كما أسقطوا عبد المهدي من قبله؟ من المعلوم أن الثورة تعيش أيام حرجة تماما وانعطافة خطيرة، لكن أيضا في مقابل هناك تصميم، فالقناصات والقتل المبرح التي دفع الثوار فيه أكثر من 30,000 بين جريح وشهيد لن تثنيهم ولن يهربوا أمام الهروات والعصي التابعة لمقتدى الصدر. فهذه آخر الأوراق، هذه الأوراق تسجل تظاهرات، وسيبقى الشباب العراقي في ساحات التظاهر وسيكون قويا، وبالتالي سيفشل مقتدى الصدر وميليشياته وكل من تآمر على الثورة وعلى العراقيين وكل من تلطخ كداه بدماء العراقيين وتعاون مع إيران على إيذاء الشعب العراقي، سيذهب إلى مزبلة التاريخ، وبالتالي سيكون الكلام للشعوب للشعب العراقي، لأن الشعوب في نهاية الأمر من تنتصر، وبالتالي الانتصار المرحلي الذي يقوده الآن الصدر ليس إلا وقت سيندثر وسينتهي بأياد العراقيين وأياد شبابه النجباء الذين سيوصلون تظاهراتهم وسيكونون يدا واحدة على كل هذه المصاعب وسيتغلبون عليها. شكرا جزيلا لك من عمان كاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل.